أحدث المركز الجهوي للاستثمار لجهة الغرب الشاذة بن حسن تبعا للرسالة الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الموجهة للسيد الوزير الأول حول التدبير اللامتمركز للاستثمار. ويتكون المركز من شباكين اثنين، شباك المساعدة على إنشاء المقاولات وشباك مساعدة المستثمرين. يعد شباك المساعدة على إنشاء المقاولات المخاطب الوحيد بالنسبة للراغبين في إنشاء مقاولة والاستفادة من خدماته، ويضع القائمون على هذا الشباك رهن إشارة المستثمرين مطبوعا موحدا يتضمن المعلومات اللازمة لإنشاء أي مقاولة، كما يتولى إنجاز الإجراءات الضرورية للحصول لدى الإدارات المختصة على الوثائق والشهادات التي تقتضيها التشريعات والتنظيمات. أما الشباك الخاص بمساعدة المستثمرين فيتولى تزويد المستثمرين بالمعلومات الخاصة بالاستثمار الجهوي، كما يقوم بدراسة طلبات الترخيص الإدارية وتحضير الوثائق الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار، ويقترح حلولا توافقية لما قد ينشأ من منازعات بين المستثمرين والإدارات. تقع جهة الغرب الشاذة بن حسن في الشمال الغربي للمغرب، وتمتد على مساحة 8800 كيلومتر مربع. عدد سكانها يناهز المليوني نسمة، وتضم إقليمين القنيطرة وسيدي قاسم، كما يجعل منها موقعها الجغرافي حلقة وصل بين شمال المغرب وشرقه وجنوبه. وبفضل مواردها المائية ومنتوجاتها الفلاحية، فإن جهة الغرب الشاذة بن حسن تشكل قطبا متميزا للتصنيع الفلاحي. وتتوفر الجهة على البنيات التحتية الأساسية، فالشبكة الطرقية كثيفة وتشمل طرقا سيارة تربط القنيطرة بطنجة والدار البيضاء بفاس، كما تعتبر الجهة محورا أساسيا لشبكة السكك الحديدية، وتعد محطة القطار بسيدي قاسم مركزا مهما لنقل المنتجات والبضائع. وقد شيدت بالمنطقة عدة سدود، من بينها القنصرة، علال الفاسي، للا عائشة، وسد الوحدة. ويوجد بمدينة القنيطرة الميناء النهري الوحيد بالمغرب الذي يقع على الضفة اليسرى لوادي سبو، فيما يقع الميناء الأمامي للمهدية قرب مصب النهر. أما قطاع الاتصالات فإنه يشهد تطورا ملحوظا بفضل بنية تحتية حديثة تمكن من تقديم أحسن الخدمات، وتوفر منشآت التعليم العمومي والخاص وكذا مراكز التكوين المهني تعليما عالي الجودة في مختلف الميادين والتخصصات. كما تتوفر الجهة على عدة مستشفيات عمومية وخاصة ومراكز صحية أخرى. أما القطاع البنكي فإنه يتواكب مع التطور الاقتصادي، ويلاحظ ذلك من تواجد الوكالات البنكية التي تمثل كافة البنوك على صعيد الجهة. ومن أجل توفير فضاءات للمستثمرين تم إنشاء مناطق صناعية، من بينها المنطقة الصناعية لبرامي والساكنية اللتان شيدتا على مساحة تقدر بمئة هكتار، إضافة إلى المنطقة الصناعية لسيدي قاسم. ومن أجل تنمية القطاع تم تخصيص وعاء عقاري مهم لإنشاء مناطق صناعية في مولاي بوسلهام، سيدي سليمان، سيدي علال التازي ومناطق أخرى. وبالنسبة للنشاط الرياضي فإن المنطقة تتوفر على تجهيزات حديثة ومهمة، وتعتبر الفلاحة القطاع الأساسي بفضل المؤهلات الفلاحية الهائلة التي تزخر بها الجهة، فالأراضي الصالحة للزراعة تتعدى 600 ألف هكتار، وتتوفر الجهة على أكبر مجال سقوي، مما يمكن من زراعات مختلفة تقليدية وصناعية ذات مردودية مرتفعة. كما تشكل تربية المواشي نشاطا أساسيا، مما يمكن من إنتاج كميات كبيرة من الحليب. ونظرا للمنتوجات الفلاحية المتنوعة فإن الجهة توفر فرصا عديدة للاستثمار في مجال التصنيع الفلاحي. ومن بين مقاولات الصناعات الغذائية المتمركزة بالجهة نجد معامل التعليب والتحويل ومطاحن الحبوب ومعامل السكر ومعامل الزيوت وتعاونية الحليب. كما تتوفر جهة الغرب الشاذة بن حسن على ثروات سمكية هامة،
حيث نجد وفرة كل من الإنتاج السمكي الصناعي وكذا السمك الطري. هذا القطاع الحيوي يوفر عدة فرص للاستثمار في الصيد بأعالي البحار وإنشاء وحدات خاصة بتعليب وتحويل المنتجات البحرية. ومن بين القطاعات النشيطة الأخرى نجد القطاع الغابوي الذي يلعب دورا هاما في اقتصاد هذه الجهة نظرا لوجود غابات الأوكاليبتوس والبلوط الفليني وعلى رأسها غابة المعمورة. وفي مجال الإسكان فإن النمو السريع للعمران والجهود التي تبذلها الدولة لتخصيص المزيد من الأراضي للإسكان وإنشاء برامج وطنية للسكن الاجتماعي يجعل من الجهة ورشا كبيرا للبناء والتعمير. أما النشاط التجاري فإنه يتزاول عن طريق التجارة التقليدية التي تشمل تجار الجملة والتقسيط والتجارة العصرية بمقوماتها الحديثة في التوزيع. ويشهد قطاع الصناعة التقليدية طفرة نوعية تسمح بعدة فرص للاستثمار خصوصا في النسيج وصناعة الزرابي والنجارة وصناعة الفخار والخزف. تزخر الجهة بمؤهلات سياحية كبيرة تتجلى في تنوع المشهد الطبيعي من شواطئ جميلة كالمهدية ومولي بوسلهام وبوكمر وغابات البلوط الفليني وتواجد مواقع أثرية وبيولوجية متميزة مما يوفر عدة فرص للاستثمار في القطاع السياحي. إن المؤهلات الطبيعية والموارد البشرية والمحيط الاقتصادي والاجتماعي لجهة الغرب الشرارة بن حسن يجعل منها أرض الثروات والاستثمار والمستقبل.